ولمناقشة عملية افتتاح الفرع البنك المركزي اليمني في تعز ينضم إلينا عبر الهاتف زكريا الشرعبي، حيث افتتح اليوم صباح اليوم الفرع البنك المركزي في تعز. زكريا مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. مرحبا بك زكريا، اليوم كما قرأنا وسمعنا ورأينا بأنه تم افتتاح فرع البنك المركزي في محافظة تعز، إلى أي مدى زكريا برأيك سيشكل هذا الافتتاح خطوة مهمة في عملية استقرار أو انتظام صرف مرتبات الموظفين؟ في الحقيقة افتتاح البنك المركزي اليوم من قبل الوفد الحكومي برئاسة الأستاذ عبد العزيز قباري ونائب وزير، يعني وزير نائب رئيس الوزراء ووزير الخدمة والإخوة الوزراء المرافقين له، كان خطوة إيجابية وفعالة، وبالتالي لاقى استحسان كبير من قبل المواطنين هنا والصحفيين والناس بشكل عام. هذا النقطة المهمة والفاصلة في موضوع تفعيل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات، ومما يحقق أن يجد وعاء واحد للإيرادات التي يتم تحصيلها من قبل المتحصلين في النقاط والمدخل المنفذ الغربي للفرع للمدينة الذي يربط تعز تربة عدن. فقط أيضا أنا أرى برأيي أن لا نؤمن كثيرا على موضوع أنه الانتظام، يعني أنه سيقوم سيغطي كافة المرتبات بالنسبة للموظفين على مستوى المحافظة فقط. غالبا الإيرادات التي تتم توريدها من المحافظة تسلم 50% إلى تورد إلى الخزينة العامة للدولة، و 50% تبقى هناك في المحافظة كميزانية تشغيلية للمكاتب ولما تحتاجه المحافظة تجاه يعني انتظام العمل الإداري. لكن الايرادات داخل المدينه ايضا هناك ايرادات كثيره، ايرادات المصانع لا زالت هذه في المنطقه التي تسيطر عليها الميليشيا في منطقه الحوضان، ايرادات التي تاتي ايضا من الاوقات التي ياتي من اتجاه الحوضان، ايرادات المحطات العمل غيرها من الكثير من الموارد التي تصب في خزينه البنك المركزي هنا في محافظه تعز. طبعا الكثير منها لا يصل الى المحافظه جراء احتلال او التواجد الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها. لا، وبالجانب الاخر الموازي نعتبره ايضا خطوه جباره في تفعيل مؤسسات الدوله وضبط الايرادات التي يتم تحصيلها هنا وتحديدها الى وعاء واحد يتم من خلاله البدء بتفعيل مؤسسات الدوله والبدء ايضا بايجاد حركه اداريه منتظمه وان شاء الله تكون متواكبه مع تفعيل مؤسسات الدولة ومكاتب هنا الوزارات في داخل مدينة تعز. نعم. بالطبع كما قلت. نعم. نعم زكريا، يعني من كما أسلفت في بأن هناك يلاحظ وجود حركة في إعادة مؤسسات الدولة، مؤسسات حكومية، سواء كانت المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية أو المؤسسات المدنية حركة، إلى أي مدى يشكل هذه الإعادة لمؤسسات الدولة في عملية استقرار تعز؟ بالطبع انه نحن في معركة ابناء تعز مع الانقلابيين، يعني تتشكل من شقين، الشق في مواجهة الانقلابيين على اطراف هذه المدينة وفي بعض المديريات في المحافظات، وايضا الشق المعركة الاخرى هي معركة اعادة وتفعيل مؤسسات الدولة. اعادة وتفعيل مؤسسات الدولة من خلال العمل المنتظم للمكاتب الوزارات، من خلال توفير الميزانية التشغيلية، من خلال تسليم ايضا المساهمه في تسليم الرواتب للموظفين المدنيين هنا في مدينه تعز. قرابه السنه كانت المرتبات منقطعه، الخطوه التي قامت فيها الحكومه بتسليم شهر واحد من سنه ايضا للموظفين لا تفي بتلبيه احتياجات الموظفين في القطاع الاداري، لكن انا اتوقع انها ستعمل نقله نوعيه في تفعيل او حتى جزئيه في تفعيل المؤسسات الدوليه، منها مؤسسات الدوله، منها المؤسسة الأمنية والشرطية. إذن بعد افتتاح البنك، ما الدور المنوط بالسلطة المحلية وبالمؤسسة الإيرادية إزاء مثل هذه الخطوة؟ بعد الافتتاح طبعا المطلوب اليوم من المؤسسات الإيرادية، المطلوب من الوكلاء المحافظة هنا في السلطة المحلية الدفع بكل الجهات الإيرادية لتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها وتوريدها إلى خزينة البنك المركزي هنا في فرع تعز، حتى يتسنى ترتيب هذا الامر
والابتعاد عن الخلافات والاتهامات بين اطراف في السلطه المحليه او اطراف خارجيه هنا وهناك تعمل تستغل مثل هذا الظروف ومثل هذا الظرف في ظل هذه الحرب لان تجعل من هذه النقاط فقط مصادر دخل او مصادر كفايه تعود اليها شخصيا ولا تعود على المواطن بالنفع. اليوم الجانب الخدمي، النظافه، المياه تحتاج الى الكثير من اعاده التفعيل المؤسسات بعد ما تعرضت للقصف وتعرضت للدمار وتعرضت للنهب ايضا من هذه الميليشيات. تحتاج المحافظه بتاعت للكثير من الدعم حتى يعني تقوم هذه المؤسسات بدورها الاكمل فيما يخدم مصلحه المواطن. الصحفي زكريا الشرعبي حدثنا من تعز، شكرا جزيلا لك.